ممكن ناخد من حضرتك كلمتين؟ اتفضل. انت شايف حضرتك منفعله؟ انا لولا الناس دي كنت سبت البلد دي، لولا الناس دي كنت سبت البلد دي، والله لولاهم كنت سبتها. هم دول اللي مخليني اقول ان انا مصريه، من غيرهم مش هبقى مصريه، من غيرهم. هم دول اللي بيقولوا تحيا جمهوريه مصر العربيه. غير كده لا، ربنا انا هدعي بس للناس اللي مغيبه. اكيد الضفه الثانيه فيها ناس مغيبه، هم دول ما معهمش الالي، معاهم صوتهم بس، معاهم كلمه ربنا بس اللي هو اقوى من كل شيء. بس عايزه اقول برضو حاجه تانية، نصر الله قريب. مش معنى كده ان النهارده ولا بكره ولا بعده، لا، يوم عند الله كالف سنه مما تعدون. النصر بقى هو اللي يقول عليه، بس قال خده بالاسباب. انا اول مره اطلع ونفسي اعرف هم منين عشان اروح معاهم، بس انا قاعده في البيت وبدعي لهم في كل فرض في كل صلاه، وبقول ان شاء الله باذن الله النصر قادم. تقولي حضرتك للدكتور مرسي الرئيس الشرعي للبلاد؟ عايزه اقول هي مش قصه الدكتور مرسي دلوقتي، معلش احنا اكبر من الدكتور مرسي. يعني طبعا هو الشراره اللي رفعت راس يقول، او الشراره اللي هي بتقول ان في شباب كويس في البلد، ماشي، لكن مش هي دي القصه. انا هقول له اصمت. وحتى هي حياتك دلوقتي يعني ما بقتش، معلش مش حياته هو، لان في شباب كتير 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 راح خلاص. وان شاء الله الدم، يعني انا مش عايزه اخاطب الدكتور مصري، انا عايزه اخاطب الشعب المصري الحر. اقول له ان شاء الله باذن الله اللي انت بتعمله ده كويس، ومش عارفه اقول اكتر من كده. قولي ايه للسيسي والانقلابيين؟ هقول له ربنا يهديكوا، اكيد انتم مغيبين، لو كنتم اشرار ان شاء الله باذن الله يعني ربنا واقترب للناس حسابهم وهم في غفلات معرضون. الحساب مش يوم القيامه، الحساب من اول ما الواحد بيموت. هقول له كده، لو كنت مغيب ربنا يهديك، لكن عايز اقول له انت قلت بكره تشوفوا مصر ايه؟ شفت الشباب اللي ماتوا؟ انت بتقولوا 1070 ماتوا في مصر، جمهوريه مصر العربيه، الصحه المضلله بتقول 1070. يا ترى 1070 فرخه؟ دول 1070 بني ادم. في حاجه كمان قالها الفاشيه، مؤسس الفاشيه قال لك حاجه، قال لك اعطيني اعلاما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي. وذنب او الناس اللي بتموت دي ذنبها في رقبه الاعلام مش في حد تاني. بس شكرا يا فندم، انا اللي متشكره ليك عشان خليتنا فضفض. ماشي، مع السلامه.